مرحبا كان عندي أربع مقدمات لكن ضيفتي اعترضت على البداية تقول نحن أسر الانطباع الأول فوفقا لإرادتها ورغبتها سوف أبتدئ بالتالي كما تقول كثير من مذيعات البرامج الصباحية إن شاء الله ربي يكون هذا اليوم مليء بالطاقة الإيجابية يا سمين وجل نار من رياحين وزهور دكتورة رياحين شيخ عيسى مرحبا يا هلا واهلا وسهلا بك صباح ومساء الحب والسعاده والخيرات <applause> <applause> هاي لوجو هذا مطبوع باسمي <applause> 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 انت مدربه سعاده انا مدربه في تقنيات السعاده وتقنيات اللايف يعني الحياه كيف ممكن ان نعيش الحياه بطريقه اسهل واجمل <applause> يعني ممكن تحولين الشخص التعيس الى اقل تعاسه ولا سعيد على طول لا طبعا هو بالتدريج لو كان هو يملك الرغبه لو كان يملك الرغبه بالتغيير ممكن ان اساعده جدا طيب والله انا يعني اعتقادي انه انت تكونين اكثر سعاده تكون مفرده نعم مع انه السعاده تقتضي الشراكه نعم صح السعاده يعني انت بالاساس بالحياه ولا باللقاء ولا اي اساس انت تريد نتكلم عليه ما هو يبدا هي السعاده من اللقاء طبعا م. لا انا قلت لك وجهه نظري انه قبل ما نتكلم قلت له بالعكس انا ما عندي اي مشكله بالشراكه لكن انا احب ان اعطي لكل شخص وقته وكلامه ممكن انه يختلف معي بوجهات النظر هاي كانت فقط المشكله اي بس اليوم انت وحدك بالساحه نعم اها وانت تحبين التفرد اكيد كل شخص يحب التميز والتفرد اي بس احنا ما احنا ما نشتغل اذا إلا إذا نحن أمة لا نعرف قوتنا إلا إذا تخاصمنا مع غيرنا نعم صح؟ مو دائما لا بالعكس مو ضروري أن يكون تخاصم ممكن أنه كل واحد بينا أنا أعتبر أنه بستان مليان بالورود وكل واحد وردة شكل بالعكس ليش بالعكس حلو طيب المسمى نصيب من اسمه أنت اسمك رايحين نعم هذا أثر عليك؟ جدا والله؟ جدا كان اولا اسمي لما سجلوه بالجنسيه العراقيه اتذكر قالوا الوالدي انه هذا اول اسم يعني ما مر علينا قبل ودائما كنت اشوف اشياء كلش حلوه بحياتي نتيجه هذا اسمي هو معناه الورد الصغير من الجنه هي ناظم الغزالي يقول من رياحين وزهور وياسمين وجل نار صح؟ <applause> صحيح سمعت الاغنيه؟ لا ما سمعت ما سمعت <applause> اسمعيها ناظم الغزالي غناها ناظم اول مره خلاص أوكي. دان. زين احنا هسه لاول مره نتلاقى نعم انت بالنسبه يقولوا احنا نحن اسرع الانطباع الاول نعم النظره الاولى نعم وتحمل كثير من المشاكل صحيح انت تبنين عليها شيء ولا في الماضي كنت ممكن ابني عليها اشياء مو شيء واحد لكن بعدين تاكدت انه مو ممكن ان بعض الاشخاص يظلمون من النظرة الأولى أو الانطباع الأول ممكن أنه نفقد خير كثير من أشخاص يجينا منهم أو علاقات جميلة حتى أنت إذا تلاحظ في بعض الأحيان انطباع الأول لما تلتقي باثنين مرتبطين بالبداية هواية يعني أنا مرت علي هاي الحالة يقول لك كان الانطباع الأول سيء جدا لطرفين لكن بعدين لما اقتربنا من بعض اكتشفنا أنه كان مجرد انطباع وجهة نظر فهاي وجهة نظر هو مثلي يقول ما ما من محبة إلا من بعد عداوة الله يبعدنا نعم. <applause> ويقولون حتى الضحكة هي أصلها عدوانية نعم يعني ما تبدو هي استطاف بس تبدو سخرية حسب تفسير كل شخص للموضوع وجهات نظر مختلفة ممكن أني أفسرها بوجهة نظري بناء عن الباك جراوند مالتي بناء عن تجاربي ممكن أنت تفسرها بطريقة ثانية بناء عن تجاربك والخلفية اللي أنت جاي من عندها فكل واحد يفسر فالانطباع الاول في بعض الاحيان في بعض الاحيان ظالم وانت ظلمتي كثيرين انا لا انا انا الان اصبحت لا اؤمن اؤمن خليني اسمعك خليني اتحاور وياك وافهمك تكلم حتى اراك تكلم حتى اراك طيب انت قبل ان تكوني مدربه سعاده نعم آه شنو كان مسماش الوظيفي سابقا؟ انا بدايتي كنت انسانه آه يعني ما عندي ما اتجه للعمل بقدر الدراسه، كنت ادرس ماستر في اتجاهات مختلفة يعني كلها بزنس، ريادة اعمال، تخطيط استراتيجي، بعيدة عن هاي الاشياء جميعا، لكن لظروف معينة مريت بها هاجرت إلى أمريكا، ومرت في بعض الظروف العائلية والشخصية خلتني أتجه إلى هذا الطريق، ووجدت فيه أنه هواي أشياء تغيرت بحياتي من خلاله. طيب يعني هذا حصولك على مسمى مدربة سعادة. نعم. منو منح يعني؟ بناء عن دورات خاصة أنا دخلتها وتدريبات خاصة في مختلف دول العالم هاي التدريبات ممكن أن تعطيك مدرب حياة مدرب سعادة لايف كوتش مدرب صحة مدرب رياضة فبناء عن الدورات اللي أنت تأخذها والسيرتيفيكيتات ممكن أنه أنت تكون تخلص مسارات معينة ومساقات معينة فتحصل على هذا الشيء طيب راح أقول المقدمة اللي قلتش قلت لا. يلغيها ان النساء رياحين خلقنا نعم. لنا وكلنا يشتهي شم الرياحيني. نعم. دوره اللي انت راح تروحين بعد التسجيل مقصوره على النساء فقط لا هي يعني مو فقط على النساء نساء ورجال بس الاغلب ما زلنا نحن في مجتمع المجتمع العربي ككل ير الوعي عنده يقتصر التطور والرغبه في البحث عن العلوم الجديده يقتصر على النساء الاغلب لكن انا عندي لحد الان عندي العديد من الطلاب الرجال العديد نعم هو يقول على مودك انت بس ها اتعطر واتعمق بس زين يعني انتم تحطوا كلوني المين العطر اللي ما النفسي النفسي آه. انا مرات اطلع لايف على انستغرام وحدي قبل ما اطلع لايف احط بيرفيوم يلا اطلع هسه انا ادخل للقاء النفسي احس احساس منعش بالسعاده من اشياء اللي تشعرني بالراحة والسعادة وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر نعم بس أنت تقولين لا تفترض نفسك البطل لا تكن بطل في حياة الآخرين وليس في حياتك يعني لا تلعب دور السوبرمان والمنقذ في حياة الآخرين تلغي مشاعرك تلغي حواسك تلغي رغباتك حتى يصفق لك الآخرين كن بطل في حياتك أنا شعاري أنا أساعدك أن تكون بطل لقصتك كل ما كان اني هذا اخليه اني اساعدك بطل قصتك مو قصص الاخرين طيب بس اقول لك شيء ملاحظه انه انت كثير اهتميتي مظهريا لأن تكونين امام تطلع لامال الناس مقبوله نعم يعني خططتي ان تقعدين وتخط... وتقعدين بزاويه معينه وفضلتي هذه الزاويه مرتاحه منها صح؟ نعم لا نعم، أنت اختاريتوا ليها اه <applause> اختاريتوا لي الزاويه نعم لا بس انت لو اختاريتي وين تحبين تقعدين؟ احنا مقابل حضرتك حب من يوعد قبالي والحب عليه <applause> <applause> حبيتها بس هنا حسيت انه الشباب الله يحفظهم قالوا انه هنا الجلسه المثاليه طيب احنا لماذا نغادر اماكننا نغادر اماكننا في بعض الاحيان عندما نشعر ان المكان لم يعد له متسع لنا او نبحث عن اماكن جديده ولكن الوطن ليس فندقا اذا ساءت خدماته لا نغادره احنا ما تكلمنا عن وطن كلمنا نغادر أماكننا بشكل رمزي أما الوطن هذا حالة ثانية هذا الأم هذا الجذر لا أحد يغادر وطنه حتى لو سافر جسديا تبقى روحه إلى اليوم لم أجد شخص غادر وطنه إلا روحه معلقة بالوطن طيب هو يقال سافر تجد عوضا عمن تفارقه أنت الآن رايحة إلى أمريكا نعم. وأكيد هناك بدائل عما فقدتي اللي هي ليست بدائل، لا أحد يملي مكان أحد، ولا أحد يملي مكان وطنك، ولا أحد يملي مكان أهلك، لكن أن تتعلم فن التعايش، فن أن تعيش اللحظة، فن أن التغيير. في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نغير وجوه وأماكن، لكن يبقى نقل فؤادك حيث يشاء الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، والعراق الحبيب الأولي. ما حدا بيعبي مطرحك في قلبي. أبد إلا البلد، إلا ها. الوطن، الوطن والأم. ما حدا يعبي مطرحهم بالقلب مستحيل للمسمى نصيب من اسمه هي تفوح بعطر محبه ذاتها فهي فرد من ذوات من اخرين واخريات لان من مبادئها عيش اللحظه توثق كل ومضه بعد حين سوف تعود إلى ألبوم الذكرى لتتجدد <متحدث> <متحدث> إحنا نحن دائما نحن أكثر شعب مزربلتي تعاسة في العالم وفرحانين في هذا التصنيف ما نقبل أحد يتفوق علينا حتى جزر القمر أو ساحل العاج شايف أو الصومال إحنا لازم إحنا أعلى منهم على فكرة نحن شعب نعشق ونة الحزن لكن نحن بداخلنا سعداء لكن تشوف العراقي دائما برغم كل الظروف ينجح يتفوق يعيش حياته الطبيعية رغم انه عنده هواية اشياء خسرانها لكن تشوفه يبتسم وأول ما يسمع موسيقى تلاقي أول واحد يرقص تلاقي أول واحد بأي مكان أنت تريده فإنما الحزن اللي إحنا عندنا أعتقد موروثات إنه إحنا نحب هاي النغمة الحزينة أما إحنا ترى بداخلنا شعب يحب الحياة وبدليل إنه إحنا لحد اليوم رغم اللي شفناه كعراقيين يمكن سواء داخل أو خارج كان كبير علينا لكن لحد اليوم تشوف الحياة والمرح والضحك وناس تطلع وناس تشرب شاي الساعة خمسة الظهر وشاي حار درجة حرارة خمسة وخمسين إذا معنا شعب يحب الحياة ومتمسك بالحياة أنوار تقول عدوان عدو ونشوف يا أكثر هموم من عمري سبع سنين وقليب يملشوم في كتاب إيش تقنيات السعادة تقول امسك ورق وقلم نعم واحسب سويت بيش اخطأت همومك وسعاداتك سوي ورقه وقلم سويت اليوم جردتي لا اليوم مساله البارحه هي مو بهاي الطريقه انه انا لما اقول تمرين هذا هو نوع من واحد من الاكسرسايز اللي انا اقترحه على طلاب او المتابعين انه انت لما تكون متالم او حزين وما تقدر تعبر مو كل الناس عندها القدره على التعبير عن الحزن او رفاهيه التعبير مثل ما نقول خجلا او خوفا او وحده ممكن انت تلجا للورقه والقلم تفرغ بها المشاعر اللي بداخلك أو ممكن إنه إحنا هاي لو كانت مشاعر حزينة أو ممكن إنه أنت تذهب للورقة والقلم تشعر بالامتنان للأشياء اللي عندك حتى تحس بقيمتها فليش الورقة والقلم لأنه دائما يقول طيب خلينا نذكرها قولا أنا أقول له الله سبحانه وتعالى قانون والقلم وما يسطرون فعندما أقسم بالقلم لعظمته فإحنا هنا لما أنت تكتب يوجد شيء راح يتفرغ خاص بهذا الموضوع فأنت بالكتابة راح تقدر تعرف انت شو تريد حتى لو حضرتك الان تخطط بعقلك او بدماغك يختلف كليا على ما تكتبه ويصير امامك مكتوب تحس بواقعيته اكثر. بس ما حد نكتب بالورقه والقلم كليتنا هذا الايباد والتكنولوجيا الحديثة حرمتنا من متع الدنيا هاي في ناس ما زالت تكتب في ناس أنا من الناس اللي ما زلت أستخدم الورقة والقلم أنت لازلت؟ طيب امسكي ورقه وقلم نعم واختاري احنا قلنا احنا اولاد النهارده اوكي صح؟ نعم خلينا احنا نقول امبارح إن انا اريد انت مقطع اكسرسايز تمرين اريدك انت سويتي جرد حساب جرد حساب سعاده او جرد حساب ماذا؟ يعني شو خسرتي؟ شو ربحتي؟ ربحت اشياء كثيره الحمد لله بفضل الله تعالى خسرت وربحت فانا اعتبر هي هاي لعبه الحياه من الاشياء اللي ربحتها حب الناس أنا رزق رزق كبير جدا سالت الله يوما ان يعطيني رزقا ما تدرك عقلي فاعطاني حب الناس واصبحت الحمد لله والشكر انه ناس وين ما اكون بس تجي تعبر لي عن حبها فهذا نوع من انواع الرزق والسعاده ربحت انه انا خسرت كثير بالسفر لكن اعطاني السفر ميزه توسيع الآفاق والإدراك أصبحت أتقبل الآخرين باختلافهم بآرائهم بتفكيرهم بطريقة لبسهم حسيت صار عندي نوع من الـ بهواية أشياء أنه أنا أتقبلك كما أنت هذا التقبل ما يجي إلا لما تعيش أنت تجربة استثنائية ومن التجارب الاستثنائية أن تعيش في أكثر من مجتمع وأكثر من مكان حتى تطلع من المحدودية اللي أنت ممكن أن تكون عشت فيها في فترة من الفترات اعطى اعطى اشياء كثيره لو عدنا عم الله علي لا احصيها الحمد لله طيب انت صرتي الان نجمه؟ نجمه ما هو مفهوم النجمه؟ يعني خلينا نقول مثل اي نجمه بشباك؟ لست نجمه شباك لكني نقدر نقول محبوبه في القلوب وعندك دليل احصائي؟ آه، نعم من اشوف الناس بالاماكن اذا كان الدليل اللي هو المفروض السوشيال ميديا والارقام ارقامي جيده شقد <applause> عندك حول كل الحسابات في كل مكان تعدينا المليون آه. في مختلف الاماكن يعني فيس انستغرام سناب في لو اجمعهم كلهم ممكن تكون هذا الرقم اقل شويه اكثر شويه بس نهايات النجوم نهايات بارده شوفي دليلة مثلا نعم وصل بها الامر الى ال... انتحار اها ليش؟ لا الوحده. آه. ليس كل الناس مهيئين ان يتعايشوا مع الوحده، ان يتعايشوا مع انفسهم. لذلك انا اول خطوه اقولها لاي شخص غير الداخل. لما انت تغير الداخل وتعيش انا ليس هدفي السعاده، انا هدفي الحقيقي ان اصل واوصل المقابلي للسلام الداخلي. لو وصلت للسلام الداخلي سواء كان معك الف او معك واحد انت مرتاح. فهؤلاء بعض الأشخاص يفتقدون إلى الحوار والسلام الداخلي. السلام الداخلي حالة من السكينة نصلها نشعر فيها في أمان مطلق. فبعض الأشخاص للأسف لم تتهيأ لهم الفرصة أن يعرفوا معنى السلام الداخلي وأن يتعايشوا مع هذا السلام. هل تعرفين السلام الداخلي؟ أنا وصلت له وباحثة ما زلت باحثة في مجال السلام الداخلي وأحاول أن أعيشه لذلك يسألوني دائما هل وصلت إلى السعادة؟ أنا وصلت للسلام الداخلي. هاي مثل القلقامش لما وصل أخذ عشبة الخلود صارت من نصيب الحية صح؟ نعم. نعم. <applause> عندي سؤال اللي هو يتعلق بموضوع الآخرون هم الجحيم. نعم. ماذا تقولين؟ ما معنى الآخرون هم الجحيم؟ يعني الآخرون بشكل مطلق هم الجحيم؟ طيب كيف نعيش مع الآخرون؟ لا بالعكس. الاخرون ليس جحيم الاخرون هم نعيم بالعكس يعني انا يعني ما اؤمن بهاي النظريه تعش سعيدا اذا ما كنت منفرداً؟ تعش سعيدا مع ومع من مع من اني اعيش و يعني اتنافس واعيش حياتي وافرح واحزن لا اذا مقطع عرضي من من حياتك انا اعتقادي انه انت سعيده بوحدتك انا لست وحيده اولا انا عندي عائله كبيره جدا 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 من متابعيني حول العالم والصدق يعني ماخذين كل وقتي هاي اول شيء ثانيا عملي والاهم عندي عائلتي الصغيره عندي عائلتي الاكبر الاخوه والاقارب والعالم. فلست وحيده البارحه قلت لي ما رح تحكي على برايفت شغلات شخصيه <applause> مو... انت وعدتني قلت لي انا انا في اللقاء ما نعرف لقاءاتك دكتور عادي تفضل الفضل. هو اكو مثل انجليزي يقول ايبري بدي بزنس از نو بدي بزنس ما يخصك لا يخص غيرك اوكي بس انت يعني صرتي شخصيه عامه نعم. وعندك فلاورز حول العالم نعم. فلازم الناس تعرف انت منو آه كلها تعرفني يعني يعني ما عندي شيء مخفي ابدا في حياتي ان اخفي كتاب مفتوح حياتي بس انا احب البرايفسي انا من الاشخاص اللي يعشقون ان احترم حدودي واحترم حدود المقابيلي، الخصوصية، اعشقها، يعني اعتبرها يعني الناس مثلا ما ما تهتم تعرف اشياء خاصة عني ما راح تزيدها او تنقصها، بس ممكن انه تشوف اشياء تفيدها هذا المهم عدها. يعني ليس كل الاشياء اللي تعرفها مرات في انا شيء كلش احبه، القمر جميل لان هو بعيد، لما لما صعدوا له واقتربوا منه راحت جماله، فعادي انا يعني ما عندي شيء اخفيه بس احب البرايفسي. قالوا الامر في السماء وش طلعوا على الحيط صح؟ بس احنا احنا نحب نعرف النجوم ونصير قريبين من عندهم نعم ما يعني النجوم الفنانين المشاهير انا في اتجاه ثاني اسال لك الحريه بس اه بس انت تسعين للشهرة يعني نعم بدليل انه انت اسعى النجاح أه? اسعى للنجاح انا عاشقه نجاح وما احب ادخل اي مكان او اي اتجاه في عملي او في حياتي اذا ما اترك بصمه نجاح يعني مدمنه نجاح الجنتلمان ديجري هشام المدفع المهندس كان ما نعم. قال انا ارضى بال70 كجنتلمان ديجري نعم. انت درجه نجاحك ايش لو ارضى برقم معين بالنجاح لن اسعى للتطور والتغيير كل رقم اوصل له او كل نجاح اوصل له أو ابحث لما بعده ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا ليش؟ حتى اكون انا في بحث مستمر عن التغيير والنجاح وحتى ما اكون انسانه خلص نجحت حضنت هاي الجائزه اللي اخذتها او هذا اللقاء او هذا الشيء وقعدت وانتهى ابداعي، انا انسانه اصلا انا قلت لك مجال دراستي الابداع والابتكار رياده الاعمال، فدائما تلاقيني انسانه تحاول ان تبدع بابسط شيء، بابسط ابسط الناس اقعد وياها احاول ان القي لها الطريقه تبدع بها او فدائما اسعى للتطور للنجاح للابداع للابتكار. إن شاء الله مستمرين طيب طاقتك الإيجابية إيش قد بيها؟ طاقتي الإيجابية أحياناً تكون 100% وأحياناً تكون منخفضة إيش <applause> قد عندك اليوم؟ اليوم 80% صدري لي في <applause> 50% أحتاج <تحد> والله <ورقا> جد على فكره <applause> انا حطيك في السر في بعض الاحيان تحدث مواقف الناس فاهمه الطاقه الايجابيه غلط اسمح لي بس ثواني اشرح لك والله اموت على هذا الموضوع اريد اصحح الطاقه هي أش... شنو نعم الناس تفهم انه الطاقه الايجابيه ان اغني وارقص وافرح وابتسم طوال الوقت الناس فاهمه هذا الشيء لذلك هناك لغط كبير عن الـ على البوزيتيف انرجي فيقول لك يا معود هاي تتكلم بالطاقه الايجابيه كله كذب انا اعرف كل الكلام لكن الطاقه الايجابيه الحقيقيه وحابه من خلالك ان ابرزها هو كيف تتعامل مع المواقف اللي تحدث وياك كل يوم؟ كيف تتعامل مع احزانك؟ كيف كيف عن المواقف؟ هل صراخ وضرب وعصبيه وما تتقبل وتاخذ موقف وممكن ان تنتحر؟ ام انه انت تعرف هذا موقف ايش قد حيأثر علي؟ انا اصبحت اي موقف يمر عندي ما ياخذ من عندي حسب حجمه اكثر من يوم او ساعات اسال نفسي هذا الحزن اللي حيمر الان ايش قد ياخذ من عندي كم ساعه هل يستحق الموضوع ان اهلك جسدي وخلاياي وبشرتي وشعري وكلي من اجل هذا الموضوع فاكتشفت انه لا احد يستحق اكثر من يوم او اقل اطي وقته للحزن لكن وراها وحزني أنا يعني متعوب عليه يعني أنا ما أدخل في هاي دوامات الحزن والألم متعوب عليه لكن أحزن إيه نعم أحزن أغضب نعم أغضب لكن أعرف شلون أسيطر فن السيطرة على هاي المشاعر وكيف أخرج منها كل مر سيمر هذا الوقت سيمضي فلما عرفت هذا الشيء بيقين تام أنه هذا الوقت سيمضي وعرفت أنه تأثيره علي أصبحت شعاري هل هذا الموضوع نهاية حياتي هل مر علي موضوع مشابه له يمكن تجارب الحياه متخليك اقوى. فاكتشفت انه لا يوجد موضوع ما مر عليك. وما لا يوجد موضوع ما انت عرفت تطلع منه. فلا يستحق اي امر ان ياخذ من وقتك ومن مشاعرك ومن عواطفك اكثر من يوم. تخيل لي رايحين انت ما رحت ما تلبسين اسود. شلون عرفت؟ مخي يقول لي صح؟ يعني ممكن البسه لكن صدقني لبست زمان كثير في فترة من الفترات حزنا يعني لكن اكتشفت أنه أنا وعهدت نفسي أنه يعني لبس الأزود للجمال فقط لمناسبة رسمية فقط أنا أحب الألوان المبهجة المرآة والمرأة توأم فالمرآة صديقتها تصمم السعادة جرعات مقتنيات محاضرات ملبوسات رحلات ثم تجمعها في صفحات تقنيات السعادة تمرين أكثر منه عادة بالمناسبة قد وقفت قدام المراية حتى جت بهاي الهيئة والله يعني اني ما وقفت قدام رايا رحت يعني الكوافير هم اعتنوا فيه يعني حكون وياك بي سيريس يعني هو في فيلم اسمه انا لا اكذب لكني اتجمل لكني اتجمل ما اعتقد انت اليوم سعيده اني اليوم سعيده مو سعيده ما مبين انت محدوده بالسنتيمتر يعني مو احنا في لقاء تلفزيوني يعني قلت لك انا اليوم بين ال70 الى 80 طاقتي الايجابيه ليست الفول ايش قد مستخدمه من شخصيتك الحقيقيه وياي وياك من شخصيتي الحقيقيه بنسبه كبيره لكن وياك اتعامل بحذر وليش هذا يعني مو أسئلتك؟ مو يعني راح يصير عندي <applause> طاقة سلبية <وينا> <applause> لا لكن تقدر تقول إنه هاي طبيعتي يعني طبيعتي بس أنا طبيعتي مرحة أكثر الطبيعة المرحة أكثر ما أقدر أظهرها يعني أنا عندي أنا سايد يعني الكل يتعجب من إنه أنا إنسانة كلش مرحة وكلش يعني إيزي جوينج يعني كلش فالناس لما تشوفني تتخيلني إنه يأخذوني على محمل الجد ويتعاملون وياي إنه المعلمة انا هذا الشيء احب أطلع ما اطلع منه بالعكس انا انسانه تحب الشقه العراقي بحدود طبعا واحب المزح واحب ان اضحك واحب ان اعمل مقالب يعني حلو تردين نكتب المغلوب يعني شو يعني اضحكي وانا احكي لك اياها ضحكت وانا من زمان قلت نقطه بالمقلوب ضحكت نعم من كل العقل ايش ضحكت لو من كل من كل من كل قلبك من من ضحكت طيب احنا احنا منظمه الصحه العالميه نعم ومؤسسه جالوب نعم قالت انه اسعد شعب في العالم هو فاينلاند نعم الارض الطيبه نعم تعرفين ايش قد نفوسهم؟ آه خمسة, خمسة ملايين و850 الف ايه اولموست 6 يعني آه. من كل مئة الف ينتحرون 28 سنويا آه. ليش؟ هو شنو مقياس السعاده؟ شلون قاسها؟ اعطيني المعايير للسعاده، كيف انت تحكم اليوم انا احكم دكتور مجيس سعيد؟ هل هو انه انت انسان مشهور؟ هل انه انت انسان آه آه، عايش في وسط عائله، شنو معايير السعادة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية اللي قاست هذا البلد؟ هل هو السلري الشيء السنوي اللي ياخذوه أم الخدمات الصحية لا، المقدمة؟ السلري؟ السلري آه، أوكي، والخدمات الصحية المقدمة؟ نعم طيب وغيرها، معايير السعادة يعني هم عندهم أكبر عدد من المنتجعات في العالم نعم المسابح والمنتجعات نعم. في العالم أنا نرجع لموضوعنا الأساسي، السلام الداخلي. من قال إنه نسبة أنا مرة نسأل السؤال هل المال يسبب السعادة؟ وتوقعوني راح أقولهم لا و... نعم المال من الأسباب اللي تخليك أكثر سعادة لكن مو هو السبب الوحيد هل الصحة أنا عندي مصفوفة قيم شنو أنت الأشياء المهمة بالحياة عندك؟ في ناس تقول لك الحب الحب يشعرني بالسعادة أنا أعطيني أعيش حب أنا سعيد في ناس تقول لك المال أنا ثري أنا سعيد في ناس تقول لك السفر فهي ما هي المعايير اللي خلتها منظمة الصحة العالمية لتحكم على شعب كامل ممكن معايير ظاهرة كهرباء مي منتجعات سلري عالي مستشفيات عالية خدمة جودة عالية لكن والمعايير الداخلية والمشاعر الخاصة هي ما تعرف حالات مرات في الدول الأجنبية أوروبا أو أمريكا العمل الكثير والضغط عليك في العمل حتى تنتج والمنافسة الشديدة توصلك لمرحلة أنه أنت ستوب I can't ما أقدر أني أدور في هاي الدوامة طيب أنت وظيفتك بها سلاري؟ أنا, وضيف... أنا لست موظفة أنا تقدر تقول عمل حر ونعم أنا جزء من عملي وجزء كبير لأن أنا أصلا أكاديمية في بعض الأحيان أعطي دورات في مجالات مختلفة فيها سلاري نعم طيب انا عندي شغله الهومسك نعم يعني من هو المريض الذي لا يعاني من غربته او الذي يعاني في الغربه؟ انت الان رايح على اي ولايه في امريكا؟ كاليفورنيا كاليفورنيا، هل تشعرين بغربه؟ نوعا ما، نعم إيه بس تشبهيهم يعني مم. ما حد راح يقول لك انت اورينتال ولا عراقيه. آه يعني انا دائما يعني لما يشوفوني يقولوا لي انت اوروبيه يعني مم. يعني ما حد يتوقع عراقيه لكن ان اشعر شوف كاليفورنيا فيها شيء يختلف عن كل العالم او سند مدينتي اللي انا فيها بالذات بها نسبه عراقيين ما تتخيلها نوصل للمليون شخص فكل العادات والتقاليد والاكل يعني احنا حتى ما حد يحكي انجليزي في مدينتنا احنا ما حد يتكلم انجليزي لان الاطباء كلهم عراقيين الاسواق المحلات الصيدليات الجوارين العادات يعني الجوارين يعني عراقيين ما بس مختلف المكان لكن يبقى يبقى الحنين للمنزل الاولي شوفي بالمطارات انت عندك هواي افكار في مقدمه تقنيات السعاده نعم حدث معين في مطار لا تسوي كتاب اللي نعم هو خلي الناس تعرفه نعم لما كنت في احد المطارات في يوم من الأيام بالضبط وين فرانكفورت فرانكفورت في احد مطارات في فرانكفورت كنت هناك مرتبكه الناس ارتبكت اقصد لان تاخرت الطائره وظلت تتاخر ظلت تتاخر يعني صار ساعات طبعا حالي حال الناس انهم يعني شوكت وشون كان جالس جنبي رجل وقور عربي طبعا فقال لي انت ليش هيك منفعله قلت له عاد شو اسوي قال فالقصه اللي يعني كتبتها بالكتاب، فتكلم لي بطريقه هدوء وبطريقه اذهلتني انه بما معناه ان هذا الوقت راح يمضي، قبل احنا راح نعيش بالمطار ساعه ساعتين، بعدين تذكرت مقوله كلش اني احبها لعل الله يحدث او ايه قرانيه، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لعله خير، فخليتها قانون حياتي، اي شيء يصبح بي عندي تاخير اكتشف انه وراه خير مو طبيعي كل تاخيره ولها فيها خيره في اخواننا المصريين كل تاخيره وفيها خيره انت في الوقت الملائم لك بالذات الان يمكن انا لو قبل سنتين عامل اللقاء وياك لم اكن في الوقت الملائم الان انا جاني هذا اللقاء مع حضرتك انا الان في الوقت الملائم لهكذا كذا لقاء فكل شيء ياتي بالوقت الملائم لك فإذا تأخرت الطائرة أو ذهب من إيدك عريس أو ذهبت منك وظيفة أو 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 تأكد أن هناك شيء مخفي خلف هذا الموضوع خير بس أنت انتظر الوقت الملائم بس أنا عند إحساس أنه أنت قلقة على موضوع السفر جوا بعد يومين قلقة على موضوع السفر أتعودت أصبحت الطيارة بيتي أنا كثيرة السفر قلقة في وضع كورونا لكن بالعكس انت فد نقطه ما حد يعرفها انا كل انتاجاتي بالطائره كل تسجيلاتي بالطائره كل دوراتي انا اعملها بالطائره اذا الرحله اكثر من 12 ساعه انا رحلتي 24 ساعه 20 ساعه تقريبا 16 باربعه بها فانا هاي ال 16 ساعه انا فكل الاشياء اللي هسه انا بكتب كتاب ثاني انا مخططه يعني انه اكتب فالجزء كبير منه بالطائره يعني هذا الكتاب اللي صار 167 صفحة وين كتبتي؟ مختلف الأماكن جزء من عنده بالطائرة بس الجزء الأغلب في كورونا في البيت بس انت قلتي لي عافيه سامحني اكو اخطاء هذا اي مو هذا البي دي اف القديم قبل ما نصلحه لان البي دي انا النسخه الخطا مني انه ما حضرت نسخ وياي للاردن زين ردود الافعال من القراء يعني انا يعني إذا في مجموعه ملاحظات بعدين نعم. نعم. لما اكمل اكيد طبعا أه شنو انطباعاتهم؟ يعني كثير يعني كانت الانطباعات متنوعه أه ما اعرف هم يحبوني كلش ويشوفون اي شيء انا اقدم لهم يا حلو فكانت اغل اغلب 90% من الانطباعات لان انا كتبتها بلغه سهله بصراحه الناس بدات تكره القراءه من اللغه الفلسفيه الشديده اللي يكتب بها بعض الكتاب انت أل من متوجه؟ حدد جمهورك هل أنت متوجه إلى مجموعة سميتهم النخبة طيب يعني شنو مفهومك للنخبة حتى تكتب بلغة مثلا ما يفهمها أي شخص أم أنت متوجه للنخبة العامة الجميع. بس أنت قاعد مثلا للنساء لا لا رجال ونساء يقروا بس أنا يعني تخيل لي أنه هم الفئة المستهدفة, المستهدفة النساء لا رجال ونساء بنات جنسج ما هو أكثر سعادة النساء ولا الرجال هذا السؤال يعني اعتقد انه المراه لين تتجاوز بسرعه. المراه تقدر بسرعه تبدي من جديد. انه النساء سريعات، بدأ على فكره انا متهمه انه انا متحيزه للنساء، ويعني ودائما يقولوا لي انه انت يعني متحيزه لبنات جنسك بشكل كبير، تكتبين انهم، لكن انا ما اشوف هذا الشيء. انا اشوف انه انا للجميع، بس هم يعني ولا احب ان احصر نفسي يعني في انه نساء او لا. يسرعن ذا حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسانا قوه المراه في ضعفها في ضعفها انت ضعيفه ولا احب اكون ضعيفه بيوم من الايام ولا احب احد يقول مثلا رايحين ضعيفه او مسكينه ما احب هذا الشيء قوه المراه في عقلها اذا انت تشعرين انت بطله بطلت قصتي نعم خلاص انت تقول لا تكون بطل بطل في قصص الاخرين طيب قصة حياتك منو بطلها؟ انا قص انا بطلة قصتي اي بس انت مكتمه عليها بحيث لو كتبتيها روايه ما حد يقراها <applause> ما عندي اي شيء مكتمه عليه بالعكس وعي. انا اصحح لك لل... اذا تسمح لي شيء انا ارفض أنت، مو ارفض انا اساعدك ان تكون بطل قصتك انت لا تكون بطل في قصة غيرك غيرك له قصته الخاصه فانت العب دور البطوله بحياتك بقصتك انت كشخص كامل هسه انا اريد اكون انجح ناجح في هذه الحلقه، اكون بطل براسك مثلا، <applause> حتى يقولون عليك حلو انت والله قدرت تحاور هذه المراه. نعم <applause> ويمكن انت اليوم اجبتي على اسئله ما مسأل ما سئلت اول مره قرار. ندخل في الحياه الشخصيه. حلو الاول مره. أيه؟ اول مره تحبي يا قلبي. نعم. تذكري. نعم. واعترفي. نعم. وقري عينا. نعم. اول مره تحبي يا قلبي. اول حب بحياتي لاولادي. عشقي بالحياه. خلاص اذا هذا بعد ماكو ستار <applause> قول لي من هم اولادك انا عندي عبد الله وشمس عبد الله وشمس نعم اول اكبر واعظم قصه حب بحياتي هو عبد الله ابني عبد الله انا حفيد عبد الله الله يحفظ لك يا الله يعني. يسعدك اولادي هم اكبر واجمل قصه حب يلا بحياتي. من من ام عبد الله الى شمس ام عبد الله وشمس وقبلهم انا عندي حب هم يشوفوك على الشاشه قولي مسج اي طبعا هم هم يشوفوني وهم يعرفون انه هم الروح والنبض والعقل حياتي كلها هم. اقول لي شغله؟ يعني لا عدم المؤاخذه، يعني ما اعرف عندي احساس انه انت من قلتي لا تحكي امور خاصه تصورت انه يعني اكو فد غير متزوج الصار... اه لا 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 لا, آه لا 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 بالعكس بس اولادي هم يعني رقم واحد في حياتي. شوفي تعرفين دال كارنيجي ابو دال القلق وابدا الحياه كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر بالاخرين مات منتحرا ودعا القلق وابدا الحياه وكثير من اصحابنا هسه واحد من اصحابنا صديقي دائما يقول تعال نعطيك طاقه ايجابيه نعم اسوى عمليتين جراحيه وهو وحيدا وحيدا نعم وحيدا مو الوحده في بعض الاحيان خيار انت تختار ان تكون وحيدا انت لا تعطي فكيف يعطوك الاخرين؟ مرات الوحده اختيار ومرات الوحده تفرض عليك فرضا فانت من اي باب نعم انا اقول لك الاشخاص انا لليوم باحثه عن السعاده لم اصل لها 100% انا ابحث في طريق دائما ابحث ابحث عن السعاده سعادتي وين سعادتي باتجاهين عملي وعائلتي انت قلت القراءه عملي عملي النجاحي كل ما قدم شيء وفي سعادة هاي السعادة الحقيقية اللي أعيشها كل يوم كل رسالة تجيني لأي قصة نجاح أنا تجيني باليوم آلاف الرسائل بالمعنى الحرفي وعندي يعني أشخاص بعد ما تعمل إذن لا مو أنا وحدي ما أقدر م. عندي أشخاص كل شخص يرسل لي رسالة أو يوقفني بشارع ويقول لي دكتورة رياحين أنت غيرتي حياتي أو أنا ما أعرف أنا جازيج بهاي اللحظة يعني انا لو الف مره تدمع عيني لان اشعر انه انا هذا اللي قدمته هو هذا نجاحي شوف انت كثير حكيت عن النوم والله انا عندي اعتقاد انت تقولي نظم أن حياتك نعم وسوي لك جدول نوم انا اعتقد انت ما تنامين انا ما نام؟ انا اصبحت مو ما نام قليله النوم لان ايش قد النسبه المثاليه الزمن المثالي للنوم يعني هو المفروض انت اقل شيء سبع ساعات تنام باليوم انا اصبحت قليله النوم اعترف لك بهذا الشيء مو قلقا لا انا قلت لك قبل شويه انه نحن كناس عالقين اما ببكره او بالبارحه قليل من عندنا من عايش اليوم ومستمتع باللحظه اللي هو عايش فيها قليل جدا جدا من عندنا فمس موضوع النوم هو يعود لهوايه اشياء مثلا أنا دائما حياتي اكتف فتلاقيني احب انتج انتج يعني كثيرة الإنتاج أكتب أصمم دورة أدرب طلاب أعمل فد شيء أعمل لقاء فأحب يعني وأعشق هاي الحياة مالتي أو أهتم بعائلتي يعني فتقدر تقول المخرج أشعر على الساعة نعم. الزمن انتهى بماذا تشعرين الآن رايحين الشيخ عيسى أشعر بالامتنان لكل لحظة وكل شيء أنا وصلت له وأحب أشكر الأشخاص اللي كانوا معي في هاي الرحله شخص شخص نحن معك اكيد انت انسان يعني رائع وانا كلش اشكرك واشكر الفريق الرائع الموجودين خلف الكواليس ممتنه منكم جميعا انا ايضا لك ممتن والرياحين والزهور وياسمين وجلن اعطيتينا شويه طاقه ايجابيه تكفيني مؤونه يومين شكراً, شكرا لك شكرا لك شكرا لك دكتور رياحين شكرا, شكراً لك ممتنة الحلقة وسفرة سعيدة إلى إلى المجهول إلى بلاد العمسام <تصفيق> شكرا <تصفيق> 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 هذا حيدر الأنصاري أيضا يقدم نسخة من الشكر للدكتورة رياحين على أيضا هو تزود بطاقة إيجابية هكذا أعتقد وأتمنى لكم كما تقول المذيعات في البرامج الصباحية أن تكونوا بسعادة وطاقة إيجابية دائما نلتقي لنرتقي انتظرونا